ليام، هلا فقرتنا يمكن بتهم كثير من الناس اللي عم يتابعونا. في مصطلح برز حديثا هو الانترنت الحديث او الانترنت الجديد. يمكن الانترنت دخلت بكل تفاصيل حياتنا. اليوم عم نشوف كثير من التطبيقات من خلال البيت، انا ممكن فيني اشتري اللي بدي اياه ويجي على البيت، ممكن اشترك بكثير من المهارات وكثير من التفاصيل يمكن بتسهل علينا الامور ضمن الظروف اللي عم نعيشها. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا المهندس طارق الساطي. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. الله يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك. يعني بالبدايه خلينا نحكي اليوم قديش مهم الانترنت صار بحياتنا، قديش هو يمكن صار بيلبي حاجاتنا وطلباتنا بمده اقل وبسهوله وبوقت اسرع. يسعد صباحكم اول شيء. صباحك. بالبدايه اليوم الانترنت صارت شغله اساسيه، انا بعتبرها مثل اي شيء ضروري بحياتنا. يعني اليوم من خلال الانترنت صار فينا نعمل مراجع المعلومات والبيانات، صار فينا نعمل نشتري، صار فينا نعمل كثير اشياء، وخاصه بالتطبيقات اللي صارت عم تنزل على الموبايل، اللي هي بتريحنا بكثير بكثير اشياء. فانا بعتبر انه الانترنت هي شغله كثير ضروريه. هلا الموضوع اللي حنحكي عنه اليوم هو الانترنت اوف ثينكس او انترنت الاشياء، واللي هو المستقبل للانترنت. هلا ببساطه لحتى نوضح هذا المفهوم هيك بشكل بسيط، احيانا كثير نحن بالبيت بتضيع منا اشياء. يعني مثلا الموبايل كثير هذا بضيع مني، اللاسلكي، مفتاح السياره، كثير اشياء. ففي اشياء مثلا مثل الموبايل بتعملي له رنب بتلاقي، بس في اشياء تتمني لو تحطي عليها مثلا مثل شريحه الكترونيه، بحيث وقت انت بتحتاجيها بتحطي لها الشريحه بترني عليها بتوصلي لها. هلا هذا المفهوم ممكن انه نحن نوسعه بشكل اكبر. يعني تخيلي مثلا انت برا البيت وبدك تشغلي سخان المي على سبيل المثال، او ممكن تشغلي الميكروويف، او ممكن تشغلي الفرن. طب ليش ما يكون مثلا هي التجهيزات نحسن نربطها مع الانترنت، بحيث انه نحسن نتحكم فيها عن طريق الانترنت. فبشكل بسيط كانت فكره الانترنت اوف ثينكس اني انا اي شيء ممكن نعتبره ديفايس او تجهيزه الكترونيه او ميكانيكيه، نحط لها دائرة الكترونيه ونربطها مع الانترنت ونحسن نتحكم فيها عن بعد. يعني مثلا انا بدي سخن اكل، بحطه بالميكرويف بده نص ساعه، فليش حتى انتظر لحتى اروح على البيت وشغل الميكرويف؟ ليش ما بحسن من خلال تطبيق على الانترنت انه انا بحسن اني شغل الميكرويف او طفي او شغل السخان او طفي السخان؟ طبعا فكره الانترنت اوف ثينكس اني انا هاي الاشياء احسن اتحكم فيها عن طريق الانترنت او عن طريق ابلكيشن معين. هلا الفكره بتتجاوز انه نحن بس نتحكم. فشو قالوا؟ قالوا ليش نحن ما يكون عندنا مثلا برامج، هي البرامج هي قادرة على اتخاذ القرار المناسب لحالها. فهون دخل الذكاء الصنعي بمجال الانترنت اوف ثينكس، بحيث انه نحن ممكن يكون عندنا حساسات او ممكن يكون عندنا ديفايسز معينة، مستشعرات بنسميها، هي المستشعرات قادرة انه توصل لي البيانات لهالبرامج الذكية، بحيث انه هي البرامج الذكية بتتخذ القرار المناسب بالوقت المناسب. فمثلا انا هي البرامج يعني مثلا الذكية مثل الموبايل لما تكون عم تسوق بصير خارج تغطية مثل هيك مثلا؟ لا هلا مثلا انا البرامج الذكية شلون بتتصرف؟ انه انا بتعرفني الوقت. انا الساعة 4 بكون بالبيت. طب بركي تأخرت او بركي هلا هون الذكاء الاصطناعي بيدرس سلوكنا وبيدرس بيجمع البيانات وبيدرس سلوكنا، وممكن هو يتخذ القرار اللي هو بيتوافق مع سلوكنا. فمثلا من واحد من الامثله بتطبيقات الانترنت اوف ثينكس انه احيانا كثير السياره بتعطل نحن ومسافرين، فالشركات المصنعه ممكن تحط حساسات بقلب السياره، بحيث انه هي الحساسات والبيانات اللي عم تجمعها من السياره تعطي مسج تنبعث على الشركه. وببرامج ذكيه مثلا انا عطلت معي السياره وانا وطالع وما عاد عرفت شوها، وبجوز يكون بعيد. هلا هي البيانات بتكون عم ترسل على الشركه، الشركه لحالها بتتصل فيكي بدون ما تكون عندك، يعني بدون ما تتواصلي معها، فممكن تبعث لك انه مثلا العطل هون، العطل بالسياره نتيجه القراءات من الحساسات انه العطل بالسياره مثلا هون، رح نبعث لك حدا يصلح لك اياها، بيوصل لعندك بعد مثلا
فترة زمنية معينة 10 دقائق ربع ساعة. فهون البرامج الذكية كمان دخلت بالإنترنت أوف ثينكس بحيث إنه تصير البرمجيات هي تتخذ القرار الصحيح بناء على البيانات اللي بتجمعها. البيانات المجمعة من الأشياء عادة بتتخزن بشيء اسمه كلاود أو السحابة، اللي هي بتكون عبارة عن مجموعة من السيرفرات الضخمة اللي موجودة على الإنترنت، اللي هي بتقرأ هالبيانات، بتحللها، بتدرسها. ممكن بعض البرامج تكون قادرة على التعلم، تعلم سلوكنا، تعلم كتير إشياء، وبتحسن إنه تتخذ القرار من ذاتها، أو ممكن إنه لا، الإنسان بيتدخل وهو اللي بيتخذ القرار. أو ممكن تسألك شو رأيك سخن لك الأكل، شو رأيك مثلا لك أنت هلأ راجعة على البيت، مودك مو يعني مو مالك بالمود، شو رأيك شغل لك هالغنية، أو هي لحالها ممكن تشغل هالغنية. هلأ واحدة من الأشياء اللي مثلا موجودة هي السمارت ووتش، اللي هي من خلالها ممكن يكون في حساسات بتاخذ النبض، بتاخذ الضغط، الأكسجة الدم، وبتبعتهم على هاي البرامج الذكية، وعلى أساسها ممكن تتحكم بالبيت. طبعاً. على هاي السيرة يعني دائما في ابلكيشن هيلثي من الموبايل بذاته، يعني تبع اللي بيحسب لك مثلا، عم نحكي مثال الخطوات، تمام، هذول الطول، الوزن، تماما. هلا في حساسات بالموبايل، هلا مثلا مثل الجي دائما بنسال بعض شو عرفوا انه مشيت هيك، او شو عرفوا ما هو كان بجدان مو بايدي، شو عرفوا بطولي بوزني. في حساسات بتقيس الارتفاع، في حساسات بتقيس في كثير امور هي موجوده بالموبايل، يعني حساسات هي اساسا موجوده من الموبايل. حقيقه برمجيا بيتعاملوا مع هي الحساسات وبياخذوا القراءات منها ومن خلالها بيحسن يحدد قديش انت مشيتي، قديش انت مثلا تحركتي. يعني حتى اذا موبايل سلد، فرضا احنا كنا عم نشتغل على هيك تطبيق انه كبير من العمر سلد منه الموبايل، طب بجوز يكون مثلا صاروا شيء، فكنا عم نشتغل بمشروع طلاب انه نحسن نحدد انه هي السقطة هل هي سقطة طبيعية ولا ممكن يكون الشخص وقع على الارض، فممكن يبعث رسالة انه والله انتبهوا هون في شخص وقع، او ممكن يكون في شخص مثلا صار له شيء. طيب يمكن نحن بظروف صعبة نوعا ما، وحتى الانترنت ومشاكل الكهرباء، في كثير من الناس عم تتابعنا بتقول هذا الحكي حلو بس صعب يتطبق عنا بالبلد، شو هي التطبيقات يمكن اللي ممكن فعلا تتطبق وسهلة للناس؟ يعني في ناس بتقول لك هلا انه مو كل هي التطبيقات ممكن انا استفاد منها، او غير قادر، او حتى عندنا مشكله مثل ما قلنا بالانترنت او بالكهرباء، التطبيق اللي ممكن فعلا يفيدني ضمن هي الظروف، بس لما مثل هلا الظروف الصحيه مثل ما قلت بكورونا كمان، ممكن في تطبيقات انا تساعدني نوعا ما؟ هلا حقيقه اليوم يعني اغلب البرمجيات عم تكون على 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 الموبايل، بالتالي يعني قطعت الكهرباء ما كثير بتاثر بوجود بطاريات، بوجود اشياء. ممكن الانترنت قطعت، صارت الانترنت على القطع صحيح، يعني قطعت الانترنت هي صارت عن جد ممكن تاثر، بس يعني الحمد لله انا شايف الانترنت نوعا ما مستقر، فيعني ممكن انه نحن نستفيد منه. هلا في تطبيقات كثيره ما غير مكلفه، مثلا يعني اليوم في بسوريا شركات بتركب كاميرات بالمحلات، في شركات بتكب يعني بالمصانع، هاي الكاميرات ممكن تراقبها عن طريق الانترنت، هذا يعتبر تطبيق من تطبيقات الانترنت اوف ثينكس، فممكن هذا التطبيق نحن يعني نعتبره واحد من تطبيقات الانترنت اوف ثينكس. هلا في تطبيقات هي ممكن تكون لسه مو مطبقه، في تطبيق عم تشتغلوا عليه كمان مراقبه يمكن باصات او للمدارس كمان، هي تماما. هلا نحن هذا التطبيق اشتغلنا عليه من فتره اثناء الحرب، كنا يعني الاهالي كثير كانوا يخافوا على اولادهم، انه مثلا طلع بالباص الطفل، ما طلع بالباص، وصل على المدرسه، وين الباص موجود. فكانت الفكره انه نحن بباص المدرسه بنحط جهاز، هلا هذا الجهاز ممكن يكون ثابت جي بي اس ديفايس، او ممكن يكون تاب نحن بنحطه بالباص. هلا هذا التاب من خلال الجي بي اس اللي موجود فيه فينا نحن نرسل الاشاره على الكلاود انه وين هو هذا الجهاز موجود. هلا عمليا التكلفه مهمله، لانه هي نحن بس بدنا انترنت، والديتا اللي بتتبادلها داتا كثير قليله. فهذا الجهاز هو الباص ماشي قادر يحدد وين موقع
وين موقع الباص ويطمن الاهل من خلال اللوكيشن. من طرف ثاني كان في كمان في ابلكيشن من طرف الاهالي بيحسنوا يفوتوا من خلاله يحددوا وين موقع الباص. يعني هو الباص عم يمشي, تطبيق الاهل بيحسنوا يشوفوا وين الباص, قرب الباص, حتى بيعطي نوتيفيكيشن انه مثلا باقي دقيقتين بيصل الباص. طب هي شو بتتطلب من عند الاهل ومن عند الباص؟ هلا من عند الاهل ما بتطلب غير ينزلوا الابلكيشن, يكون في يوزر نيم باسورد بيعطوهم اياه المدرسه, يعني امنيا من الناحيه الامنيه بنقصد فيها انه مشان ما حدا يفوت ويشوف وين صحيح. الطفل, فالمدرسه بتعطي يوزر نيم وباسورد للاهل بيفوتوا بيحسنوا يحددوا حتى مسار الباص. يعني احيانا كثير نحن اولادنا بيتاخروا على الباص فبنضطر انه نلحق الباص فما بنعرف وينه, فممكن من خلال هذا التطبيق نحن نشوف وين فعليا وصل الباص, وين موقعه الحالي. هلا اكثر من هيك انه وقت الطفل بيطلع من الباص في بطاقه نحن بنعطيها فيها شيء بنسميه NFC, مثل بيشتغل على الراديو فريكوانسي, بياخذ من خلاله حضور. يعني مثل هدول البطاقات اللي نحن وفايتين على المداخل مثل البصمه تماما. ممكن هيك هي شي كارد فيها كود تماما ليطلع تماما. هلا نحن سويناه بطريقه حلوه انه حتى ممكن يكون على زر, ممكن يكون على شيء, فمجرد انه طلع بالباص فبيسجلوا بيسجل هالحركه. والحمد لله هذا التطبيق اخذ ترخيص من فتره قريبه, ممكن نشوفه قريبا بما انه يمكن حكي لا هو جاهز صار. اسمه كيدز فاجن, موجود واخذ ترخيص وبلشنا مدارس دون يشتروا منكم, بس المدارس هن بيشتركوا اشتراك, لا مو شراء, هي اشتراك سنوي بيكون يغطي تكاليف يعني السيرفرات والانترنت. بما انه حكينا كثير عن التطبيقات والذكاء الصناعي, خلينا نتابع معك ومع المشاهدين هيدا الكليب ونرجع نتابع حديثنا. The Internet of Things or IoT is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone to smart cars providing the shortest route or your smartwatch which is tracking your daily activity. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiency. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed in parcels to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities,
where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. يعني متابعينا اكيد بحديثنا وكنا عم نحكي تحت الهواء انه عم نتذكر من قبل كيف كنا نستخدم الانترنت ان كان بالبيت او ان كان نروح على كافيات لحتى نستخدم النت او عبر بطاقات. اليوم صار اسهل النت والجيل اللي جاي رح يكون اسهل واسهل، ولكن اليوم خلينا نحكي قديش البني ادم او بسوريا الانسان قديش هو رح يرتاح لما بينفذ هاي التطبيقات، لما هو يمكن مو بيعتمد، ما خلينا نسميها يمكن داتا. اذا عم تشوف اللقاء بدها تقول شو هالتنبلي، انا بنزل بجيب الاغراض بنزل وبطلع 100 مره بس مش بدي اقعد اطلبهم على الموبايل او على الابلكيشن. اليوم قديش بس مهمه هي بحياتنا. هلا هي انا دائما بحكي انه دخول اي شغله جديده بتفوت على المجتمع هو بده وقت لحتى يحسن يسيطر عليها. صحيح. يعني مثلا انا بتذكر وقت كنا صغار وقت دخل الساتلايت وبلش ينتشر، في الصبح اركب يعني بالركب لاقي العالم نصها نعسانه، لثلاثة الصبح تضل سهرانه وعلى شغلات تتقلب. كان سقفنا كساندرا تمام، كانت تتقلب بالساتلايت لثلاثة الصبح أربعة الصبح. وحتى كان في حلقه لدوريت للاستاذ دوريت انه ابو الهنا انه كان عم يصور هاي الفكره. بس هلا بعد فتره العالم استوعبت هالتكنولوجيا، بس عم يقلبوا بيكونوا لانه كان في شيء عن جد كان في شيء 500 حلقه، فالعالم استوعبت هالتكنولوجيا بعد فتره من الزمن. ويمكن هلا بتخيل انه نسبه قليله اللي بتقعد تتفرج على الساتلايت الا في برامج معينه. هلا نفس الشيء التكنولوجيا وقت بنحكي على الكمبيوترات، نحن وقت دخلت على البلد هلا هي داخله من الثمانينات، بس هي فعلا هي التطبيقات او هي التكنولوجيا مش فقط الحياه اليوميه، عم نحكي عن يمكن اسلوب حياه او مجتمع. اليوم بالجامعه يعني حتى عن طريق الدراسه، يمكن ظروف صحيه لانتشار فيروس كورونا، لولا الانترنت يمكن التطبيقات في كثير من الناس ما كملت تعليمها، في كثير من الناس ما قدرت فعلا تكمل شغلها لانه انا خسرت من خلال البيت، فيني عبر الانترنت وعبر كثير تطبيقات عم تلتزم فيها بعض الشركات او بعض المؤسسات اقدر اكمل الشغل مشان ما اخسر حتى شغلي بضمن. هلا هي هون الفكره اللي انا يعني حابب اني اكمل فيها، انه وقت دخل الموبايل حتى وقت دخلت الانترنت كان استخدامه خاطئ. يعني بكثير مجالات حتى بصفحات التواصل الاجتماعي كان في استخدام خاطئ. اليوم وصلنا لدرجه من الوعي اللي العالم صارت انه اوكي ممكن يكون في هذا التطبيق بيريحني، هذا التطبيق توصيل اكل، هذا التطبيق مثلا بيساعدني باني ادور على شيء من الانترنت بدي البوست مالي مضطر اني انزل على السوق. بس يا ترى هل هذا الجيل القديم قادر انه يفوت بهالتكنولوجيا؟ هلا ممكن، يعني اليوم كثير في اشخاص كبار بالعمر بتلاقيهم صاروا عم يستخدموا التكنولوجيا احسن منا. يعني مثلا في تطبيق اليوم تطبيق المحروقات تبع تطبيق وين صار ريحنا بكثير امور. صح. انه صرنا مثلا نعرف وين يعني قديش دوري بالغاز قديش دوري يعني فبالتالي هلا عم تتنفس غلط. هلا هي هون الفكره انه نحن ما فينا موف سويتش اون اوف، اني انا فيني اطبقها بشكل تدريجيا. هي يفترض تكون ثقافه مجتمع، يعني بتلاقي يعني بيبعتوا رساله الغاز مثلا كله بينزل، يعني انه فما استفدنا شيء من الطوابير. بس بصراحه هلا انا مثلا بهي النقطه كثير مرتاح، يعني قبل كنا ننزل عن جد يعني كانت الوضع كثير سيء. هلا بجوز في نقاط خطا، في ثقافه خطا، بس هي الثقافة بتتغير. ثقافة الشعوب دائما صعب انك انت تحسني تغيريها. مثلا في بعض الدول هي اساسا ولدت وهي مع ثقافة التكنولوجيا، بتعمل دفع الكتروني عن طريق بتدفع فواتيرها، بتدفع كل شيء عن طريق الانترنت، بتوصي على كل شيء. يعني انا كنت بال 2018 بايطاليا، انه حتى الباص انه عملت تيكت على الانترنت ورحت لقيت الباص بنفس اللحظة هو ناطرني. فبالتالي انه اليوم انا مالي مضطر انزل مثلا على الكراج لحتى احجز بولمان. طب في بعض الاشخاص بيقولوا انه نحن عم نحكي انه شو هلا هذا وقت يعني الوضع مو مناسب. لا، الوضع مناسب، يعني في كثير امور ممكن انه نحن بتكاليف كثير بسيطة ريح العالم. مثلا لو حجوزات البولمانات بتصير عن طريق حتى الانترنت ووسائل التواصل صارت الناس تشتغل الى مردود تماما بشكل كبير. يعني فهي ثقافة التطبيقات
استخدام التطبيقات لسه بعدها جديده شوي على 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 يعني على على المجتمع بشكل عام. وقت نحكي على المجتمع طبعا عم نحكي على عموم صحيح. المجتمع، بس هي الثقافه انا بتخيل انه خلال فتره كثير قريبه، خاصة عم نشوف تطبيقات كثير عم تنزل، ومشكورة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ووزارة الاتصالات انه صارت عم ترخص لهي التطبيقات صحيح. بحيث انه تشتغل بالبلد بشكل نظامي. حتى هلا صار في شركة سورية للمدفوعات اللي هي من خلالها صار في مثل البنك العقاري مثل التجاري صاروا مشتركين، وكثير بنوك صاروا مشتركين بهي الخدمة، بحيث انه انت فيك تفوت. طبعا المستقبل لا واعد، انا بعتقد انه فيك تفوت تدفع فواتيرك ابعد من هيك، فيك انك مثلا انت بدك تطلب خلص تدفع وبيجيك الطلب لعندك واصل. فهي الثقافه ان شاء الله انا بتخيلي خلال فتره قريبه حتى كان الاوراق والثبوتيات الشخصيه كمان صارت الكترونيه شوي عم تصير، يمكن انه من انت وبيتك اكيد صار في البوابه الواحد الالكترونيه اللي انت فيك طبعاً. انت تطلبها وممكن انه توصل لبيتك، وحتى المدفوعات ممكن تكون مدفوعات الكترونيه. فهي شغله كثير بتريح العالم فعلا مثل ما حكيتي، ان شاء الله يا رب هيك يعني نشوف. بس الانسان بلش يستخدمها، بس بدها هيك شجاعه شوي احيانا، بدها استخدام صح. ايه بدها استخدام ارشاد كثير يعني نحن ما لنا عم يعني اليوم عم نطرح هذا الموضوع لانه هو مريح، لانه هو بفيد، مو لانه نحن مثلا انه في هموم اكيد اكثر وفي يمكن مشاكل اصعب، وخاصه مشاكل اقتصاديه عم يمرق فيها العائلات، ولكن يمكن مثل هيك حلول هي بتفيد نوعا ما. انا هذه النقطة انه المشاكل الاقتصادية ما حتأثر على هذا الموضوع، يعني في تطبيقات مثلا اني انا معلش خلينا نتطور يعني تماما، يعني نحن اذا بدنا ننطر انه الحرب تخلص، الحرب ما بتخلص، لانه نحن الحرب حرب وجود يعني بصراحه. فانه يعني نحن يمكن تفيدنا بدون هي الظروف، يعني ايه يعني نحن اذا بدنا نضل نقول الحرب والظروف الاقتصاديه ما بنتطور، لا بالعكس انا برايي انه نحن نستمر ونكمل ضمن الموارد اللي متاحه بين ايدينا، يعني بحيث انه نحسن نتطور فعلا ان شاء الله يا رب. وقت ما خلص، لكن حديث عن هذا الموضوع ما خلص، بنتابعه بحلقات قادمه. مثل ما قلت يمكن التطور هو جزء كثير مهم بحياتنا لنقدر نكمل ونستمر ضمن الظروف الاستثنائيه اللي عم نعيشها. شكرا كثير لك المهندس طارق الساطي على وجودك معنا. شكرا كثير، نتمنى فعلا بلدنا تكون احسن بلد وتتطور وتصير هي بالمراتب الاولى. شكرا كثير لك. شكرا كثير استاذ طارق، اهلا وسهلا.